المرأة الفلسطينية بتقوم بدور عظيم، دور يعني يعلمنا وبناخد منها دروس كتيرة جدا في الجلد والصبر والإحساس إنه أنا مش هسيب أرضي، مش هسيب بيتي، مش هسيب إخواتي وأهلي. يعني إحنا بنشوف شوية مشاهد فعلا مش طبيعي، إن إحنا نشوف مرأة في ظل أهوال القصف والحرب بتقوم بدورها على أكمل وجه. المرأة الفلسطينية من 48 وهي شايفة أولادها حواليها وزوجها وعيلتها بيستشهدوا، يمكن تراكم المشاهد والمواقف صار عندها شوية قوة، صارت هي اللي تقوي أسرتها، تقوي أولادها. بنعرف إنه المرأة بشكل عام هي حاضنة الأسرة، هي اللي بتعطي الأمان لأطفالها في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها هلا. انت تخيل ان الام ما بتكونش عارفه كيف تطمن اولادها في وسط صوت القصف والزنانه اللي بتطلع هاي في الجو، انه هي خلص معروف هاي الزنانه اللي بتطلع في مكان راح ينقصف في هذه اللحظه. بتحاول ان هي تحتوي الاولاد، تطمنهم، ممكن تغني لهم، ممكن تحكي لهم اي قصه، تحاول تشغلهم باي شكل ما. بس في ظل الوضع الحالي هي بتضل ماسكة فيهم عشان أول ما يحصل أي شيء تعرف تطلع فيهم برا في منطقة أمان. بس بدي أحكي لك اللي أقوى من الست أو اللي إحنا اللي بنتأثر فيه أكتر منا إحنا كستات، مشاهد الأطفال، الرعب اللي هم بيشوفوه، النفضة اللي بتكون فيهم، ضعف الرجل لما تشوفه. يعني أنا بقول إنه إحنا كستات يمكن أقوياء، لما تلاقي الرجل اللي هو القوي، اللي هو سند العيلة، اللي هو المفروض إنه هو يكون هو الحجر الأساس اللي بيدعم عيلته، منهار. صعب صعب، قهر الرجل، قهر الرجال زي ما بيقولوا، ده أصعب حاجة في الدنيا، أصعب شيء. وهذا اللي يمكن اللي عامل فينا، يعني أنا شخصياً كتير مأثر فيه، ده اللي يعني أكتر مشهدين بيتحول لطاقة المقاومة، وده اللي بيتحول لطاقة الصمود. لما يشوف عيلته كلها، عيلته كلها بتروح منه، ده هو اللي بيتحول لهذه القوة اللي بنشوفها. يعني عيلته كلها بتروح منه بنهار، مشاهد كتير بتحزن القلب، لأنه إحنا متعودين على رجالنا إنه هم أقوياء، هم اللي بيوقفوا بوجه الاحتلال، هم اللي بيقاوموا الاحتلال. بس لما تلاقيهم، أنا عايزة أعرف أهلك وصحابك بيحكوا لك إيه؟ إيه المشاهد اللي بتحصل؟ سامحيني. قصف طول الوقت، طول الوقت دمار. بيطلعوا من مكان، بيروحوا لمكان، بتلاقي فيه قصف. الاحتلال لما نشر إنه انقلوا من اطلعوا من الشمال لاطلعوا للجنوب، وتم قصفهم، وشفنا كلنا المشاهد اللي انزاعت. يمكن هو استهدف المنطقة اللي ما فيهاش تغطية إعلامية لحتى ما حدا يحكي، بس كمان انحكى. هو بيحاول دايما إنه هو يغطي إعلاميا على المجازر اللي هو بعملها بحق شعبي. ناس كتير نزحت من الشمال أو من وسط غزة من المدينة وطلعت على الجنوب، وشافت طبيعة كمان طبيعة قصف. طبيعة إنسانية، طبيعة الخوف من الحرب، خوف على أولادها. إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا خايفين على الجيل تبعنا، لأنه هذا الجيل هو اللي هيكمل المسيرة، هو طبعاً اللي هيدافع عن الأرض، هو اللي هيطالب بالأرض. فهم طبعا كل استهدافهم للأطفال. فهدول يعني المجموعات اللي طلعت كمان نزحت، في منهم رجعوا دورهم تاني. يعني قال لك إحنا طول الوقت إحنا معرضين للخطر، فلا إحنا بدل ما إحنا بنكون مجهولي الهوية، يعني استشهدنا ومجهولي الهوية، ما حدش يعرف إحنا عايشين ولا ميتين، احنا نرجع مكاننا ونرجع بيوتنا ونواجه قضاء ربنا. يعني صار في استسلام بالامر الواقع، بس في المقابل احنا مش هنترك هاي الارض، ثبات فيها. فالمشهد العام انه احنا حوالينا طول الوقت في ضرب، في بنشوف شهداء قدامنا بيترموا، اشياء ما بتستوعبها. يعني إحنا لما بنشوف أو بنسمعهم على التليفون في قوة في كلامهم، لما يردوا عليك بتحس إنه عندهم القوة،
ما بتحس بضعفهم، نهائيا ما بتحس بضعفهم. صحيح. يمكن احنا ده اللي بيقوينا اكتر. احنا انا دايما بحكي لهم انه احنا بنستقوى من قوتكم انتوا. احنا في الشتات برا لما بنشوف المشاهد هاي في الحروب هاي كلها بنضعف، بنخاف عليهم. احنا بنشوف حتى يعني ازاي الاب بيودع اكتر من ابن، اكتر من طفل، وبيحتسبهم عند ربنا وعنده ايمان غير طبيعي. مش عارفين مصدر الايمان ده ازاي، قوي جدا، انه مستعد يقدم ابنه الثاني والثالث والرابع في سبيل القضيه وفي سبيل التمسك بالارض.